مرحبا أعزائي، أنا حاليا موجودة في لوكيشن خارجي حق مسلسل الحب سلطان. غير الأعمال اللي إن شاء الله راح تشوفوني فيها برمضان كلها حب بحب، الحب سلطان من إخراج محمد البكر وتأليف سلام، التصوير طبعا هنا في أبوظبي. دوري غير 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 مثل ما أنتم شايفين، الستايل الشكل لا معنى، يعني مو الشخصية الطبيعية، لا في شخصية لها أسباب اللي خلتها تكون كذي، الشعر والمكياج والألوان والسوالف هذه كلها. طبعا في المسلسل معاي فنانين من السعودية، من الإمارات، من الكويت، خرجنا من الكويت، الشخصيات اللي موجودة معاي عبد المحسن نمر، إبراهيم الحساوي، الشابات موجودين من الإمارات، نسرين، سماح غندور، يا ربي ما أنسى أحد، شفيقة من البحرين، محمد، يا ربي يا ربي ما أنسى أحد، في شباب وشابات طبعا نجوم العمل، ويانا عبد الله الغامدي من بضاوية كذلك. يعني الحين أنا قاعدة أستذكر لأن أنا جايتهم طبعا من عمل آخر، فعلى ما أستذكر الشباب اللي موجودين معانا في المسلسل. الشكر طبعا أكيد حق حسين القروي ومجلة صور الكويت، تلاحقنا في كل مكان مو بس هالعمل، في كل الأعمال. طبعا أحب أقول لكم بعد أن أنا خلصت مسلسل ثريا في الكويت وللحب كلمة، وإن شاء الله خلص هني راح أروح حق حب، ولكن فإذا أنا عندي 3 أعمال فيهم حب بحب. مشكورين وايد، ما قصرتوا، باي.